مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق هذا الشوط في هذا التحدي الممتاز. وفي هذا الانطلاق الممتاز ينطلق هذا التحدي، شوط الحادي عشر، فئة الجعدان المحليات رصايل، شوط يحمل أسماء قوية وشعارات حضرت في هذا الشوط. ننطلق على المركز الأول، يأتينا الوزير على مقدمة هذا الشوط، راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي يتواجد على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني، هناك هجوم يتواجد على المركز الثاني، حميد بن هاشر بن عبد الله بن خاطر الشامسي على المركز الثاني. والمركز الثالث يأتينا في ثالث المراكز بالتحديات الممتازة وبالانطلاقات الجميلة، هوكس الجين محمد بن سالم بالضبيعة الكتبي قادما على المركز الثالث. وبهذا التحدي والانطلاقات الجميلة، المركز الرابع، هناك الوصول مع شاهين عبد الله بن محمد الهلي الهاجري قادما على المركز الرابع. والمركز الخامس، هناك الوصول من شعارك يا بن سليم حاضرا في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق الجميل وفي هذا التحدي المميز. عجيب علي بن سالم بن علي بن سليم الكتبي قادما على المركز الخامس. والمركز السادس، هناك الوصول مع انطلاقة توضع عبد الله بن عوض بن عبيد الراشدي. والمركز هنا الوصول في هذه اللحظات اللي وصلنا في هذا الانطلاق، اللي هو الحذر عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي قادما بكل قوة بالتحدي وبالانطلاق وبالإثارة المميزة في هذا الشوط. وأيضا هناك الوصول في هذه اللحظات على المركز الثامن، اللي وصلنا شاهين مطر بن عبد الله بن رفيع الفلاسي حاضرا في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق الجميل. وأيضا المركز التاسع، نعم هو اللي هو وصل الواصل عبد الرحمن مخاطر بن هاشل الشامسي، وعاشر المراكز. ونختم الندى مع انطلاقة غازي محمد بن علي بن راشد الاكتبي، هذه العشرة المراكز الأولى المتقدمة. مشاهدينا متابعين هذا التحدي الممتاز والرائع والجميل وفي هذا الانطلاق الجميل وفي هذا التحدي المميز والرائع والجميل، عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى المركز الأول، إلى التحديات الممتازة مع المركز الأول. هناك الوزير راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي يتواجد على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. يا بن صابر ركز، هنا التركيز مطلوب في هذا التحدي الممتاز. المركز الثاني، اتحرك هجوم، حميد بن هاشر بن عبد الله بن خاطر الشامسي يتواجد على المركز الثاني. والمركز الثالث، هناك الوصول والتحدي الممتاز مع أكسجين محمد بن سالم بضبيعة الاكتبي. والمركز الرابع، هناك الوصول من عجيب علي بن سالم بن علي بن سليم الاكتبي حاضرا في هذا التحدي الممتاز. على المركز الرابع والمركز الخامس، وصول في التحدي الممتاز، هناك الوصول والانطلاق الجميل، اللي وصلنا بهذا الانطلاق شاهين عبد الله بن محمد الهلي الهاجري قادما على المركز الخامس. والحذر قادم في هذا الشوط ليقدم عبد العزيز بن سيف بن علي بن كريم الاكتبي. وايضا المركز السادس أو المركز السابع، وصلنا مبلش الشريجي بن محمد الاكتبي حاضرا في هذا التحدي الممتاز وفي هذا الانطلاق الجميل. وصلنا في هذا التحدي الجميل اللي هو وفي هذا الانطلاق الجميل وضاع عبد الله بن عوض بن عبيد الراشدي حاضرا في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق الجميل. ووصل الواصل عبد الرحمن مخاطر بن هاشل الشامسي في هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، عودتنا للصدارة، عودتنا إلى المركز الأول، إلى مقدمة هذا الشوط، إلى المركز الأول، إلى التحديات الأولى، إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، هنا البداية، هنا مقدمة هذا الشوط بالتحدي الممتاز. بن صابر، بن صابر مع الوزير، بن صابر مع الوزير، هذا الاسم الخطير سبق عندنا ما قبل شهر على أرضية هذا الميدان، ويأتي ويبحث عن الإنجازات ويبحث عن النقاط في هذا الشوط ويبحث عن نقطة هذا الشوط. يقدمه لنا راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط. الأسماء والتحديات والانطلاقات في هذا الشوط، الأسماء قادمة، قادمة الأسماء قادمة في هذا الشوط. هناك الوصول من هجوم حميد بن هاشر بن عبد الله بن خاطر الشامسي حاضرا في هذا الشوط ويقدم هذا الاسم الخطير. وأيضا المركز الثالث، هناك التحدي والانطلاق الممتاز على المركز الثالث، عجيب عبد الله
بن محمد أو يقدم له عجيب علي بن سالم بن علي بن سليم الأكتبي وصل أيضا بالضبيعة واصل بالضبيعة واصل مع أكسجين محمد بن سالم بن محمد بالضبيعة الأكتبي غادم في هذه اللحظات بالانطلاقات الممتازة بالاندفاعات الجميلة. الله 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 وصل الحذر وصل الحذر في هذه اللحظات بالانطلاقات الجميلة يقدم الحذر في هذا الشوط عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي في هذا التحدي الممتاز بهذا التحدي الجميل والرائع والمميز والجميل. لكن عودتنا للصدارة عودتنا لك يا بن صابر يا بن صابر روح روح مع هذا الانطلاق ما روح مع هذا الأداء المميز والجميل. الوزير 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 لوحة الإعلان الألف ومئتين يا من تتابع هذا التحدي ألف ومئتين يا من تراقب هذا الانطلاق. إذن هذا هو الوزير يتسيد موقف هذا الشوط يتسيد الجميع بالأداء الجميل بالانطلاق الممتاز بالأداء المميز راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي. ولكن الحذر واصل واصل ممثل المدام الدايم واصل عبد العزيز بن زيد بن علي بن كليب الاكتبي. الله الله وراعي ضو أيضا واصل في هذا التحدي شاهين مطر بن عبد الله بن رفيعة الفلاسي والوزير الوزير الوزير الحذر غادم الحذر غد غادم حذاري من الحذر حذاري من هذا الشعار حذاري من هذا الاسم الخطير. ولكن الوزير الوزير مع المركز الأول العصاف الأبطال ما صدرت أي تعليمات ولا صدرت أي أوامر راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي مع المركز الأول مع الأداء المميز. ولكن الحذر 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 والوزير الوزير راح روح يا بن صابر راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي هنا صاحب الإنجازات صاحب الإنجازات له إنجاز وله إنجازات أيضا على أرضية هذا الميدان وخارج أرضية هذا الميدان. سبق عندنا ما قبل أسبوعين على أرضية هذا الميدان وهنا يعيد الإنجاز ويكرر الإنجاز ويضيف الإنجازات إلى إنجازاته السابقة إلى إنجازاته السابقة. سلام خلاص يا بن صابر كفى ووفى الوزير الوزير هنا مع الأداء المميز مع الانفراد الممتاز راح مع المركز الأول يضيف الإنجازات إلى الإنجازات وإلى إنجازات هذا الشعار راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني الحذر عبد العزيز بن زيد بن علي بن كليب الاكتبي المركز الثالث. وصلنا في هذه اللحظات شاهين مطر بن عبد الله بن رفيعة الفلاسي المركز الرابع الطبيعة التوقيت 7:50. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.